نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشترط للجهاد في سبيل الله إذن الوالدين إذا كانا مشركين؟ إذا كان يحتاجان إليه، يعني منعاه لحاجتهما، يضيعون لو راح إنه يطيعهما. أما إذا كانوا منعوه كراهية للجهاد فإنه لا يطيعهما، لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. الحاصل أنهم إذا منعوه لحاجتهم إليه وبقائه عندهم فإنه يمتنع ولو كان كافرين، لأن الله أمر ببر الوالدين ولو كان كافرين. أما إذا منعوه من الجهاد كراهية للجهاد، وإلا هم لا يحتاجون إليه، فلا يطيعهما في ذلك. نعم.